الله وسلام على عبادي الذين اصطفى، ربنا اهدنا ولا ترجع بنا واجعلنا من اهل التقى والعفاف ورفعه الشان يا ربنا يا عظيم الشان مطلقا. امين امين امين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه منه وبركاته ورضوان ولا عدوان. نرجع الى الايه التي بدانا بها الحديث هذا اليوم، هي ان الله اي آية 38 من الحج، إن الله من سورة الحج، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا الدفاع يطمننا باش نمشيو في المسار هذايا، مسار التوعية. وذكر إن الذكر تبع المؤمنين، إن الذكر تبع المؤمنين، الذكر القائمين بها احنا أهل القرآن والعلاج لمشاكل هذا الزمان. الذكرى لي وما ياخذها الا السعيد الذي يريد لنفسه خيرا ونجاة من عذابات الدنيا والاخره. ان الله، وهذا دائما الله يتكلم، يدافع عمن؟ عن انتم اللي انتم الاوباش واعداء بالليل والنهار، تصبحون في سخطي وتمشون في غضبي. لا عاد، ان الله يدافع. صح المعلومه، ما نعرفكم انتم في اضطراب كبير في المفاهيم، وما عمركم أجبتونا أي تعريف صحيح، حتى لا تعريفكم ملخبط من طرف الشيطان والعياذ بالله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إذا أمنهم ربي المؤمن وآمنوا بأن الله لا شريك له وهو أول حقيقة، وآمنوا بالرسل الكرام عليهم السلام بدون استثناء، وآمنوا بالهجرة أنها كانت من فرقان بين مدة كان فيها المؤمنون وعلى قلتهم عليهم رضوان الله، كانوا في محنة كبيرة هي الافتتان، وهي سوء أدب بني صهيون وكلاب قريش، وفترة أخرى فيها الإذن بالقتال وفيها بناء دولة الإسلام. لكن نسيت اللي بني أمية يحبوا ينتقموا من انتصار الإسلام في ذلك الزمان، فأخذوا السلطة اغتصابا ومكرا، وقالوا مبايعة مبايعة لأعداء الله. أغرب بني أمية من هذا القبيل، حاشا الخليفة الخامس رضي الله عنه. افهموا يا ناس، راكم فاهمين الإسلام خطأ، ليس هناك إسلام الآن إلا في بعض الجماعات وبعض أفراد. لازالت الأمة ما رجعتش لحالها الذي كان في السابق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الإسلام ما قبل الهجرة، الإسلام المكي أو الإسلام المدني. أين نحن من هذين النوعين من الإسلام؟ والله ختم قرآنه حين قال اللي كون هذه الأمة وصل لها الدين بالتمام بفضل الرحمن عن طريق القرآن وأمين الوحي عليه السلام والرسول خاتم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم كمال الدين، ما فما حد ما زال يتفقه فيه. قال يا شوفوا، هل الذكر منذ حضر الأنثى ما زال تمشي؟ نعم القرآن يمشي، وإذا كنت تحب تعطل ستتعطل وستفضح وترى العجب العجب، لأنك تحارب ربي بالواقع حاليا حضرك. هل تحتمل العقاب أم لا؟ الرباني الحقيقي اللي يمشي مع خذلانك لهذا الدين، وأنت تدعي أنك من الدعاة إليه ومن المعتصمين به ومن المدافعين والذائدين عنه. لا، اللعب هذا ما يمشيش. ونعود بفضل الله تعالى إلى هذا الموضوع إن شاء ربنا سبحانه وتعالى.